بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة الحال كما هو معلوم هذا اليوم هو عام اليوم ديال العيد الأممي ديال الشغيلة العالمية بطبيعة الحال، يعني المغاربة بطبيعة الحال كيحتفلوا على غرار بلدان العالم بعيد الشغل، وأكيد مع كامل الأسف هذه المناسبة حنا في المغرب كتزامن مع الظروف صعبة، ظروف ديال الغلاء ديال المعيشة، ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وكما سبق عبرت للسيد رئيس الحكومة على أن يعني هذه الحكومة خلال سنة حققت ما لم تحققه يعني الحكومة السابقة منذ الاستقلال فيما يخص القضية ديال الزيادة في الأسعار بصفة عامة وارتفاع النسبة ديال التضخم بشكل غير مسبوق. طبعا الحال بالرغم مع العلم على أن الحكومة وعدت بتخفيض هذه القضية ديال التضخم ورفع النسبة ديال النمو، لكن الواقع يقول عكس ذلك. نتمناو على أن طبعا الحال الحكومة تجتهد أكثر، لأن المغاربة عياو عياو وعياو طبعا الحال، أكيد كيتسناو ليأخذ بيدهم. نتمناو على أنها تضبط الأسعار، كذلك الزيادة في الأجور كانت وعود ديال الحكومة في الاتفاق ديال 30 أبريل 2022 وتحديدا في الصفحة 6 إلى رجعتوا للاتفاق غادي تلقاو فيه زيادة عامة في الأجور بالإضافة إلى التخفيض الضريبي وإحداث الدرجة الجديدة، وهذا مع كامل الأسف لم يحصل أو لم يحدث لحد الآن. نتمناو على أنه يوقع التدارك ديال الحكومة وتستجيب المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية والعموم المواطنين. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.